الانفو. مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو مان. اجرات اليوم عمليه القرعه الخاصه بالدوره البراج، الدوره المرشحه الى الصعود للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نعطيكم برنامج الدوره هذه كيفاش باش يكون. نهار 2 اكتوبر الجوله الاولى، الشباب القيروانيه باش يكون في مواجهه نادي اولمبيك مدنين، والملعب التونسي باش يكون في مواجهه المتاهل من مباراه الترجي الرياضي الجيجيسي والا المستقبل الرياضي بجابس. الجوله الثانيه نهار 6 اكتوبر، نادي اولمبيك مدنين الملعب التونسي والمتاهل من مباراه جرجيس وجابس باش يكون في مواجهه الشبيبه الرياضيه القيروانيه. والجوله الثالثه نهار 9 اكتوبر، جي اس كا باش يكون في مواجهه استاد، والمتاهل من جرجيس وجابس باش يكون في مواجهه النادي اولمبيك مدنين. بالنسبة إلى بطبيعة مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والمستقبل الرياضي بجيبس، باش تكون هي مباراة فاصلة، باش تكون إن شاء الله نهار الأربعاء 29 سبتمبر. كل المقابلات هذه باش تكون في ملاعب محايدة يتم تحديدها لاحقا. غادر المنتخب الوطني سيدات لكرة السلة منافسات بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون بعد هزيمته قبيلة شوية في الدورة الثمن النهائي ضد النظير المصري 85 مقابل 36. قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خصم 300 ألف جنيه مصري من كل لاعب في الفريق، وبطبيعة بهذا بالإضافة إلى مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفني. العقوبة هذه جاءت بعد خسارة الأهلي للقب كأس السوبر المصري قدام طلاء على الجيش بركلات الجزاء الترجيحية. أنهى المتوسط الميدان الهجومي الكولومبي خيمس رودريغيز الفحص الطبي تمهيدا للإعلان الرسمي على تعاقده مع الريان القطري بعد عدة تجارب أوروبية، أهمها بطبيعة ريال مدريد وبايرن ميونخ وإيفرتون الإنجليزي. الكولومبي باش يكون مع الجزائري ياسين إبراهيمي واللاعب السابق للترجي والإتوال فرانك كوم، وهذا تحت قيادة المدرب السابق للمنتخب الفرنسي لوران بلون. أهم المواعيد في أوروبا، لا ليغا 6:30 إسبانيول تتقابل مع لافيز، الشبيلية تتقابل مع فالنسيا، والتسعة ريال مدريد مع مايوركا، وفيا ريال مع إلتشي. في الكالتشو الإيطالي، سبيزيا تستضيف اليوفي، ميلان تواجه فينيسيا بطبيعة 9 غير ربع، ومباراة اليوفي باش تكون 5:30، وكالياري تتقابل مع إيمبولي. ومجموعة كبيرة من المقابلات في الليغ 1 الفرنسية، 10 مقابلات كاملة، أهمها ميتس تتقابل مع البي اس جي 8 متاع الليل في التوقيت نفسه، ليون تتقابل مع تروا، أونجي تواجه مارسي، وقبلهم 6 متاع العشية مونبلييه تتقابل مع بوردو، وكيف كيف 6 متاع العشية موناكو تواجه سانتيتيان. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.